كيف أتوب توبة لا أرجع إلى الذنب أبدا؟ لا يمكن، لا يمكن أن تتوب توبة لا ترجع إلى الذنب أبدا. لكن قل أسأل الله تبارك الثبات جل وعلا. كل ابن آدم خطاء، كلنا خطاؤون، طالما أنك تعيش وعندك الشهوة وعندك هذا أنت معرض لأن تخطئ، ولكن اسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظك جل وعلا، وأسأل الله أن يحفظنا جميعا. لكن قضية أني أريد شيئا لا أعصي الله بعده أبدا، هذا كله من تلبيس الشيطان، ولكن احرص كلما عصيت أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى.